العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة جدا. حلقة اليوم تحت عنوان ماذا جرى للمصريين، هذا هو عنوان حلقة اليوم. الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، عندنا أمور عديدة، مزاج المصريين، الحالة النفسية للمصريين، متوتر، مزاج المصريين متوتر، قلق، هناك رفض، الأوضاع السياسية، التدهور الاقتصادي، أبرز عوامل اكتئاب المصريين. الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، لأنه كل إنسان مننا شايف إن حالته النفسية، وإن شايف إن مزاجه الشخصي في حالة غلط، في حالة انقسام في المجتمع، في حالة تخوين في المجتمع، في حالة تشكيك في المجتمع. عايز أدخل مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام، واللي بتمنى إن هم يتابعونا النهاردة ويتواصلوا معنا ويرد على السؤال ماذا جرى للمصريين، يقولوا لنا إيه اللي حصل. نقول في البداية حالة مهمة جدا وإحصائية مهمة جدا هتفتح لنا الباب في حلقة اليوم مع عالم من أعلام علم الاجتماع في مصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يرزقه القبول يا رب العالمين. بنقول النهاردة مشاهدينا الكرام، الحالة النفسية للمصريين بعد الثورة. كشفت الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة زيادة أعداد المترددين على المستشفيات النفسية التابعة للأمانة، ويبلغ عددها 17 مستشفى خلال عامي 2011 و2012، وهي الأعوام التي شهدت بداية ثورة 25 يناير والأحداث التالية لها، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني التي أدت إلى العديد من حوادث العنف مقارنة بأعداد المرضى المسجلة خلال عام 2010. وبلغ عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في الفترة من يناير وحتى يوليو 2012 221267 مريض، 221267 مريض، وهو ما يزيد على عدد المرضى المسجل خلال نفس الفترة من عام 2011، والذي بلغ 208995 مريض و 178671 مريض تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من عام 2010. وبالمقارنة بين أعداد المرضى المسجل في الفترة من يناير إلى يوليو 2010 و2012، نجد أن عدد المرضى زاد بالعام الأخير 42596، زاد بالعام الماضي 42596 مريض. وبالنسبة لأعداد المرضى المقيمين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، يلاحظ أن عدد المرضى شهد انخفاضا ملحوظا في الفترة من يناير إلى يوليو 2011، 8833 مريض مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2010، 1181 مريض، إلا أن هذا الرقم عاد للارتفاع مرة أخرى خلال عام 2012، ليصل عدد المرضى المسجلين حتى شهر يوليو إلى 109054 مريض. وتلك الإحصائيات لا تعد الدليل الوحيد على زيادة نسبة الإصابة بالأمراض النفسية بسبب أحداث العنف التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث أكدت دراسة أجرتها مجموعة من طالبات قسم علم النفس المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية أن 60% من الأفراد الذين شملتهم الدراسة، واللي بيبلغ عددهم 500 فرد، مصابون بما يسمى قرب ما بعد الصدمة،
وهي مجموعة من الأعراض المختلفة التي قد يعاني منها الشخص الذي يتعرض لصدمة قوية، منها التوتر والقلق وتختلف حدتها من شخص إلى آخر. هنتكلم في أشياء عديدة وأمور أكثر مشاهدين الكرام. وأيضا أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية فبراير الماضي مجموعة نوافذ بهدف مساعدة كل المتضررين نفسيا من ممارسات العنف، سواء كانوا من أهالي الضحايا أو ممن تأثروا بمشاهدة الأحداث خلال مشاركتهم بها أو بسبب مشاهدتها بالمحطات التلفزيونية. إذن الأوضاع السياسية، التدهور الاقتصادي أبرز عوامل اكتئاب المصريين. إحنا بنتكلم عن مرضى ذهبوا لمستشفيات، ولكن هناك أيضا حالات اكتئاب كثيرة، هناك حالات نفسية كثيرة موجودة في كثير من البيوت. الحالة النفسية، الحالة المزاجية بين الزوج والزوجة، بين الابن ووالده ووالدته، بين العامل ومن يعمل معه في شركة، في مكان، في مدرسة، في جامعة، في شركة إلى آخره، في مصنع. الحالة المزاجية للمصريين بنقول في خطر، محتاجين نتكلم إيه الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما هي الحلول التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نقدم حلول عملية من أجل أن نخرج من هذه الأزمة. معنا مشاهدينا الكرام، حينما نتكلم عن موضوع اجتماعي لابد أن يكون معنا الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. أنا معالي الدكتور، أهلا وسهلا وحياكم الله. الله يكرمك ويبارك فيك، نورنا أستاذنا، حياكم الله. ماذا حدث للمصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحن لا نستطيع أن نفصل الشخصية المصرية أو الشخصية القومية أو الشخصية الوطنية عن الأطر الثقافية والتاريخية التي عاشت فيها هذه الشخصية. مصر، الشخصية المصرية الحقيقة، المصري عانى على مدى ما أقولش 30 سنة، بنقول أكثر من 60 سنة، عانى من الضغوط النفسية، وعانى من انعدام الحرية، وعانى من غياب حقوق الإنسان، وعانى من غياب المشاركة، إن ما بيشاركش في قضايا مجتمعه، فأصيب بما نسميه بالإحباط. الإحباط إنه غير قادر على تنفيذ ما يريد، يعني له مطالب مشروعة في مجال الأمن، في مجال العدل، في مجال العمل، في مجال الأجر، في مجال الاحترام، في مجال المشاركة السياسية، له احتياجاته. يعني لابد ان هو يعني ابتداء من الاكل والشرب والنوم الى الزواج الى التقدير الاجتماعي الى التقدير النفسي الى الامن الى ان الناس يعني تعطي له مساحة من التقدير المناسب في مجتمعه الى المشاركة السياسية في مجتمعه في اتخاذ القرارات. هذا كله غاب عن المصري على مدى 30 سنة. فأنا لا أستطيع أن أقول أن المصري كان مضغوطا، كان مكبوتا، مكبوت بأمن الدولة، ومكبوت بالشرطة، ومكبوت بالنظم السياسية القامعة التي كانت موجودة منذ ثورة 52. طبعا في هذه الحالة النهاردة بعد ثورة 25 يناير في 2011 يعني بدأت فكرة الحرية. هو لم يتدرب على الحرية، المصري لم يتدرب على الحرية، ما دربش على الحرية. يعني الجيل الحالي الذي تحرر في 25 يناير 2011 الناس لم تعتاد الحرية، ما تعودتش على الحرية. وأنا هقول لحضرتك، القمع لم يكن فقط قمع سياسي على مستوى الدولة، إنما القمع، طبعا القمع السياسي أدى إلى قمع في تنظيمات العمل، مؤسسات العمل، أدى إلى قمع في الجامعة، أدى إلى قمع في المدارس، أدى إلى قمع في الأسرة. حضرتك النهاردة الأسرة لم تربي أبنائها على المشاركة، الأسرة لم تربي أبنائها على الحوار، لم تربي أبنائها على أن يتحملوا مسؤوليات معينة، وبالتالي يعني في داخل الأسرة غاب الحوار، فما تعودش الإنسان على الحوار، ما تعودش على الاختلاف. الأب الكلمة التي يقولها الأب، أنا ما بقولش في أغلب الأسر، بقول في قطاع كبير من الأسر المصرية، لأن الأسرة مقموعة، ورب الأسرة كان مقموعا، وبالتالي كان بيفرغ هذا القمع داخل أسرته على إن هو المتصرف الوحيد، وهو رب الأسرة الوحيد، ولا يسمح للأبناء بحوار، ولا يعني ما فيش مناقشة، حتى مناقشة مشكلتهم.
فلم يتعود الإنسان المصري في الأسرة على الحوار ولا على الاختلاف. ممنوع الاختلاف، يعني ما يقوله الأب يعني لابد أن ينفذ، في المدرسة ما يقوله المدرس هو اللي بينفذ، في مصلحة العمل ما يقوله رئيس العمل هو اللي بينفذ. يبقى إذن غاب فكرة الحوار، فما فيش حرية لا على المستوى المجتمعي ولا على المستوى الأسري ولا على المستوى المدرسي ولا على مستوى تنظيمات العمل. النهاردة بعد ثورة 25 يناير رفعنا الغطاء، رفعنا الغطاء، حل الضغط، حل الضغط، حل الضغط اللي بيسموه البريستو، حل حطين محطوطة فيها الصفارة ومضغوطة ضغطا جامد. جينا احنا شلنا الغطاء ده مرة واحدة يحصل انفجار. الشخص المصري غير معتاد على الحوار ولا على النقاش ولا على أدب الاختلاف مع الآخرين ولا على المشاركة، لأنه كان مقموعا وكان بيلهوه بحاجات كثيرة، بيلهوه بالكورة، بيلهوه ببعض الأمور التي لا يعني تسمن ولا تغني من جوع، بيلهوه بحاجات كثيرة جدا، وكان مقموع باستمرار، كان بيدور على لقمة عيشه، بيدور على الأجر، عاوز يأكل عيش. الرجل يعمل عدة ساعات برا البيت صبح صباحا ومساء، والمرأة تعمل أيضا خارج البيت، وداخل البيت مطحونة، ما حدش بيقعد مع الأبناء وبفيش تربية. أضيف إلى هذا لما تشيل الغطاء مرة واحدة طبعا الناس بتنفجر، عاوزة حرية، بس كيف تكون الحرية وإيه ضوابط الحرية؟ ما تعودوش عليها. نختلف، إنما ما هو أدب الاختلاف وكيف أعبر عن هذا الاختلاف؟ ما تعودوش عليها. في يعني صراع رأي وصراع على اتخاذ القرارات، مين اللي يتخذ القرار وكيف يكون القرار، وعاوزين نتوافق على اتخاذ قرار مناسب للجميع، لم يعتدوا عليه لا في البيت ولا في المدرسة. نضيف إلى هذا الحقيقة حتى جزئية مهمة جدا، هو غياب الثقافة الدينية. يعني أنا برضو ماذا حدث للمصريين؟ المصريون كانوا متدينون وإلى الآن الحمد لله، يعني لا نستطيع أن نقول أن غاب التدين، التدين موجود، إنما من الواضح أن عندنا 40% أمية هجائية. وبعدين حضرتك النهاردة الأمية الدينية والسياسية تعدت هذا بمراحل. يعني أنا يعني من خلال دراساتنا وأبحاثنا في رسائل الدكتوراه والماجستير، يعني كثير جدا من الناس يعني لا يقل عن من 60-70% ده يبقى متفائلين، عندهم أمية دينية. خريج الجامعات عندهم أمية دينية، خريج الجامعات المصرية عندهم أمية، وطبعا المصرية طبعا الأجنبية والخاصة داخل مصر أكتر بالتأكيد، أكتر ما عندهم أمية دينية. الدين هنا مسألة عصمة ومسألة ضابط ورابط. الدين بيقول لك متى ما تتكلم ومتى تصمت، متى تناقش وكيف تناقش، يعلمك أدب الاختلاف، يعلمك أدب المشاركة، يعلمك أيضا حقوقك وواجباتك، إيه حرياتك وحقوقك. الناس مش عارفة، الناس مش عارفة هذا الكلام. فالأمية الدينية الحقيقة النتيجة لعوامل كثيرة ملهم به. من بين هذه العوامل أن كثير جدا من الأباء والأمهات مش فاضين يعني يربوا أبنائهم. أديهم شايفين الكثير جدا من البنات في مصر بتخرج إلى ساعات متأخرة وبتخرج لبس لباس غير مناسب. وأنا عندما كنت عميدا لإحدى الكليات وشفت بعض البنات عندي في الكلية يعني يلبسوا ملابس مش مناسبة جدا، فاستدعيت أولياء أمورها وأنا عميد. وطبعا القضية دي نادرة ما تحدث في جامعة، يقول لك أنت في مدرسة تجيب ولي أمرك. أنا جبت ولي أمره وفوجئت أن ولي الأمر لا يعرف عن بنته شيء. يقول لك ما هو أمها اللي بتشوفها وأنا ما بعرفش شيء، وأنا مستنكر زي ما أنت مستنكر هذا اللبس، أنا مستنكر هذا اللبس. هو بعيد جدا عن التربية. وبالتالي فغياب الفكر الديني والثقافة الدينية يعني خلى الناس، طبعا حضرتك في المدارس النهاردة لا تربي ولا يوجد تربية دينية في المدارس أبدا. صحيح صحيح. يعني واحد يجي يقول لي يعني التربية والتعليم، يقول لي ما هو في مقرر تربية دينية؟ أيوة في مقرر، بس هذا المقرر لا يغني ولا يسمن من جوع. أولا هو مقرر وهمي، يعني موجود في كتاب لكن لا يدرس، لأن أساتذة اللغة العربية بتاخد هذا المقرر لأن منهج اللغة العربية فيه حشو كبير جدا وكتير جدا على الطلبة، فبتاخد حصص الدين تدرسها لغة عربية، بيضيع الدين، بيضيع الدين. تعال عندنا في الجامعات، طالبنا في رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة الجامعات العربية وكثير جدا أن تكون هناك مادة ثقافة إسلامية في الجامعة، في كل الكليات، طب وهندسة وعلوم وأداب وحقوق، هذا غير موجود. تمام. فيبقى معنى كده دي برضو يعني كثير جدا من الناس عندنا تنقصها الثقافة الدينية. جميل. الثقافة الدينية غائبة
عن كثير من المصريين، ولكن بعض المفردات اللي بقت منتشرة الآن دكتور نبيل في الشارع المصري، اليأس، الإحباط، الكآبة، أنا زهقان، أنا قرفان، أنا بقيت مخنوق، مفردات كثيرة انتشرت في أحاديث الناس، لماذا؟ لأني إحنا غياب الثقافة الدينية. إحنا عندنا عدة أمور. ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بيكلم الذين آمنوا، بيقول لهم ابعدوا عن مناطق الاختلاف حتى لا تذهب ريحكم وتفشلوا. بيقول لهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بيقول لهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لابد أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. أيضا لابد أن نعلم شيء مهم جدا. نعم. الناس مستوى المعيشة عندنا ضعيف، مستوى الاقتصادي يعني الأجور والحياة في غلاء مستمر، فالناس قلقة على يومها وقلقة على غدها وقلقة على أبنائها وقلقة. فلما قامت الثورة الناس تتصور، ما هي برضو ما عندهاش ثقافة إسلامية جيدة، وما عندهاش ثقافة سياسية جيدة، وما عندهاش ما عندهمش يعني ثقافة عامة جيدة. فلما قامت الثورة تصوروا أنه لابد بقى أن هذه الثورة، وخصوصا أن طلعت حاجات في أيام الثورة، الرئيس السابق عنده ما أعرفش 70 مليار موجودين فين، والناس قالوا 70 مليار ده لما تيجي، وده عنده 70 مليار وده عنده 100 مليار، وأن ده لما تيجي، والناس تعبانة في المعيشة. فالناس متصورة أن الثورة يعني ارتفاع مستوى المعيشة، أن ارتفاع جودة الحياة، ارتفاع إمكانية الصرف على الغذاء والكساء والمسكن والملبس بشكل يعني والعلاج. اللي حصل ان احنا مشكلتنا ان منذ ان قامت الثوره والى الان الحمد لله احنا انجزنا انجازات كبيره جدا، لكن لم ننجز في المجال الاقتصادي. الانجازات كانت انجازات في المجال السياسي، يعني عملنا مجلس الشعب ومجلس الشورى الحمد لله، ويعني صحيح المجلس الشعب يعني حكم عليه بال يعني وانتهى، لكن يعني بدانا ندخل في انتخابات، عملنا استفتاء دستوري فيه مارس واحد في 2011، عملنا دلوقتي بنعمل دلوقتي استفتاء على الدستور، انتخبنا رئيس جمهورية لأول مرة مدني في تاريخ مصر، مدني بإرادة حرة من المصريين، عملنا حاجات. إنما اللي يهم المصري ليس فقط هذا، اللي يهمه قبل هذا وبعد هذا عشته المعيشة، إنه عاوز يصرف على الناس. وأنا دايما بقول لدكتور نبيل يعني 70% من المصريين لا بيشغلهم دستور ولا بيشغلهم استفتاء ولا بيشغلهم الرئيس ولا لقمة العيش هي لقمة العيش، يعني عاوزين لقمة العيش. وبعدين احنا للأسف الشديد نتيجة للاختلافات اللي موجودة داخل مصر، يعني النهاردة أستطيع أن أقول أكثر من 2000-3000 مصنع مغلق، مصنع صحيح. عندنا في مصر مغلق. المستثمرين العرب والأجانب يقولنا ازاي في حالة الانفلات الأمني الموجود، فما فيش السياحة كانت بتمثل لنا أكثر من 40-60 مليار جنيه في السنة، النهاردة يعني من كيف نأتي يعني من أين؟ والقطاع العامل في السياحة راح فين؟ زاد إلى معدل البطالة. تمام. يبقى عندنا تدهور اقتصادي، عندنا أمية دينية، الثقافة الدينية، تربية تسلطية نعم. في الأسرة وفي بس محتاجين نقول الأسباب بقى 1-2-3-4 عشان نضع أمامهم الحلول من أجل أن احنا نبين الحلول لمشاهدينا بعد هذا الاتصال. تمام تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا الحبيب الشيخ أحمد عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذنا. أحييك وأحيي ضيفك الجليل، نفع الله بكما. الله يكرمك. الحقيقة أنا عايز أخذ رأي أستاذنا الدكتور في تجربتين سريعتين مررت بهما. الأولى ذهبت للتدريس في معهد الأزهري في المنصورة لتدريس الخط العربي، فوجدت المعهد خاليا من مدرس التجويد أو مدرسة التجويد رغم أنه معهد أزهري، فدرست التجويد حسبة لله من خلال الخط العربي، ففوجئت بشيخ المعهد يقول لي درس الخط ولا شأن لك بالتجويد. دي واقعة دكتور نبيل. الواقعة الثانية في مدارس تحسين الخطوط في شربين، دخلت علي طالبة متبرجة فأرسلتها إلى مدير المدرسة، فعاد إلي وطلبني خارج الفصل وقال لي مالكش دعوة بلبسها ودرس الخط العربي. الدكتور نبيل وضع إيده على بيت القصيد في غياب الثقافة الدينية، وأنا بقول يا دكتور
انه لا زال الى الان الدين ليس ماده رسميه. فاذا كان رئيس الدوله راجل مسلم وانتخبناه عشان يطبق الشريعه، واحنا ما انتخبنا الرئيس مرسي الا لتطبيق الشريعه، فما لهم الى الان يعني متقاعسون عن الشريعه، ولا صلاح لمصر ولا لاي بلد اسلامي من غير تطبيق الشريعه. مطلوب تمهيد وتعليم الشعب كيف نتعلم الاسلام وكيف نعمل بالاسلام وكيف ندعو الى الاسلام وكيف نصبر ونحن ندعو. هذا هو الطريق، وانا بحيي الاستاذ ملهم على حسن اختياره للموضوع، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. فضيله الشيخ احمد، اعود دكتور نبيل للاسباب التي ادت الى الياس، الاحباط، الكآبه، القلق، الاضطراب، الزهق، القرف، كل هذه المفردات. يعني هذا كله الحقيقة بنرجعه إلى عدة أمور. له عوامل اقتصادية. أولا عوامل دينية تربوية. التربية. التربية لم تكن جيدة على مدى 60 سنة مضت، لم تربي الإنسان على التدين، لم تربي الإنسان على الخلق، لم تربي الإنسان على الحوار، لم تربي الإنسان على أن هناك اختلاف ممكن ولكن هناك أدب في الاختلاف، لم تربي الإنسان على المشاركة في قضايا اتخاذ القرار داخل الأسرة وكذا. فدي أسباب تربوية. في أسباب سياسية. غياب الشعب عن المشاركة السياسية. طبعا تيجي تقول لي الاتحاد الاشتراكي، اتحاد قومي، هيئة التحرير، حزب مصر، كانت كلها حزب واحد، نظم حزب، حتى الحزب الوطني في ظل الديكور بتاع الأحزاب التانية هو حزب واحد. الحزب يحكم بتسلط. فغياب الناحية الثانية غياب المشاركة السياسية، أن 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 الشعب بعيد عن اتخاذ القرار في وطنه وفي أمته وفي مجتمعه. في عوامل اقتصادية، هي ضعف الدخل. الحقيقة العوامل الاقتصادية الخاصة بضعف الدخل، يمكن أننا أتحمل الفقر لا يؤدي إلى مشاكل، ولكن الذي يؤدي إلى المشاكل هو وجود التباين الضخم جدا داخل المجتمع بين الطبقات. يعني أنا ابني لا يستطيع أن يأخذ إلا سندوتش فول بالعافية في المدرسة، يذهب يجد ابن زميله في الفصل معه الكرواسون ومعه الحاجات الملذة وطاب ومعه تفاحة ومعه. الأب هنا عاجز عن هذا. فطبعا كون دي توجد نوع من الحقد ونوع من الغيرة ونوع من الثورة على المجتمع نفسه. فالعوامل والفقر الشديد أيضا. احنا عندنا في الاسلام حاجه عجيبه جدا يا استاذ ملهم، بارك الله فيك. الاسلام لا يتكلم عن مستوى الكفاف، اللي ياكل سندوتش فول الصبح والظهر وبالليل، لا بيقول لك مستوى الكفايه. الكفايه يعني ايه؟ يعني متوسط ما ياكله الناس داخل المجتمع. متوسط بياكل لحمه كم مره في الاسبوع؟ الناس كلها لازم تكون على بتلبس كم ثوب في الاسبوع في السنه؟ لابد الناس كلها بتسكن في بيت شكلها. يعني مستوى الكفايه، وواجب الدولة أن تدبر مستوى الكفاية. من ناحية الاقتصادية أيضا، حكاية انخفاض مستوى الدخل، أنا أضع يعني عبء كبير جدا وثقل كبير جدا على أسلوب صرف الزكاة في مصر. الإسلام ادانا أساليب مواجهة الفقر. مش عاوزين الدولة، يعني مش مشكلة الدولة، احنا كمجتمع معنا رجال أعمال ومعنا يعني ناس أثرياء ومعنا ناس ربنا فتح عليهم أهل خير وفضل كثيرين. النهاردة حسبنا مرة عدد الزكاة في مصر هنا، وجدنا أن الزكاة في مصر تصل ما يقرب إلى 30 مليار جنيه. 30 مليار طبعا الشركات ورجال الأعمال ويعني الهيئات الاقتصادية. ال 30 مليار دول، هل تتصور أن يمكن أن تكون في 30 مليار بتخرج فعلا؟ لا ويكون طبعا في فقر في مصر. دي نمرة واحد. فقضية إخراج، هل الناس بتخرج زكاتها ولا لا؟ الله أعلم. الأصل أنها تخرج زكاة لأنها فريضة دينية. ومنكر الزكاة يخرج من الملة على طول، لأن هي ده أحد أركان الرئيسية. فنمرة اثنين، لما بتخرج الزكاة بتخرجها بشكل عشوائي، يعني ياريت يبقى في جهة منظمة للزكاة. بتخرجها بشكل عشوائي، ممكن واحد ربنا يفتح عليه من 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 جهات كثيرة جدا، وناس تبقى منسية. الناس الذين يتعففون عن السؤال، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الناس في حاجة إلى نمرة ثلاثة برضو في الزكاة، إن ليه إحنا ما نعملش مصانع ونملكها للناس؟
يعني انا خرجت مثلا عندي بخرج 100,000 جنيه زكاتي كويس، وده بيخرج 100,000 وده بيخرج 100,000 ده بيخرج 50,000 بيخرج 20,000 ده بيخرج 2,000. ليه ما يبقاش في هيئه تعمل مصنع وتملكه للفقراء المستحقين لهذه الزكاه، ومن يستطيع منهم يبقى لهم اسهم في هذا العمل، ومن يستطيع منهم العمل يعمل يبقى له اجر وله سهم يعني. فبالتالي انا ودي فلسفه الزكاه، ان احنا نحول الناس من فقراء الى اغنياء، مش يفضلوا فقراء طول عمرهم طول سنه يتكففوا الناس ويمدوا ايدهم. الاسلام لا يريد للانسان ان وجهه يحمر غير مره واحده في العمر كله. فطبعا الزكاه دي عوامل اقتصاديه. في بعض العوامل الاخرى الحقيقه اللي انا لابد ان اشير اليها، عوامل اعلاميه. النهارده القنوات الخاصه الاعلاميه، القنوات الفضائيه وما ادراك ما هي. وانا دايما قلت في وانا بناقش رساله ماجستير عن الاعلام، قلت ويسالونك عن الاعلام قل هو اذى. فاجتنبوا اعلام الفتنه، اعلام الفتنه الذي يشيع الفتنه ويرسل اشاعات مغرضه لتدمير المجتمع. فالناس محبطه طبعا، لان لما يعني الالفاظ اللي بتقال عشوائيه كده، مساله اخوانه الدوله والتيار الاسلامي سوف يقضي على الاخضر واليابس، ليه انت بتركز على هذا؟ وليه بتؤكد على فكره الفرقه؟ الفرقه يا اخي حلها هو الحوار. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني حدث، ودي هذه القضيه انا سمعتها الحقيقه من شيخنا الشيخ حسان بارك الله فيه، قال اني هناك حديث عن سهل بن سعد في البخاري، اني اهل قباء، اول مسجد في الاسلام اللي بنوا المسجد واهل قباء اقتتلوا تصارعوا نزلوا لدرجه ان بعضهم رمى بعض بالحجاره. طيب نسيبهم يقتتلوا؟ لا، ولا يبقى في اليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش رجل رشيد، ما فيش حكماء الامه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما اخبر بهذا قال تعالوا بنا نصلح بينهم فالصلح خير. فلابد ان احنا نروح يعني نقضي على هذه الفتن فيما عداها. طيب اذا السؤال دكتور نبيل، هل اصبحنا شعب يعشق الاختلاف؟ لاننا مش فاهمين ادب الاختلاف. حضرتك الاختلاف سنه كونيه. الناس على مدى تاريخ الانسانيه منذ ادم والى ان يرث الله الارض ومن عليها، الناس لم يتفقوا على وجود الله. نعم. الله، شوف الله سبحانه وتعالى، الناس لم يتفقوا على وجود الله. وفي قطاعات كبيره، ان المسلمين كم النهارده؟ عدد سكان الكره الارضيه كم؟ نعم. تقريبا 7 مليار. المسلمين كم؟ مليار ونص او مليار وثلث. طب معنى كده ان في ما يقرب من يعني 5 مليار، اكثر من 5 مليار غير مسلمين. ما اتفقوش على ربنا، ما اتفقوش على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما اتفقوش على الاختلاف سنه كونيه. وربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان يكون الناس كلهم مسلمين لفعل، لكنه لم يفعل. ولو اراد ان يكون على اي مله لكنه لم يفعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. البعض في التفسير قال خلقهم للاختلاف، والبعض قال خلقهم للرحمه. والرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يعني حزين في غايه الحزن على ان الناس ما بتستجبش للدعوه التي تتفق مع العقل ومع المنطق، دعوه التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال له فلعلك باخع نفسك على اثاره، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. نزلها في فترات وما نزلهاش في فترات ثانيه، دي اراده كونيه. التنوع موجود، فاحنا لازم نعرف ان الاختلاف الفقهاء اختلفوا. صحيح. الفقهاء بس اختلفوا، بس عرفوا ايه ضوابط الاختلاف. وايه ادب الاختلاف. كيف نختلف. وكيف نختلف. وكيف ومتى نقف ومتى نستمر. ومتى اتيح واحترام الاخر في حريه رايه. وفي حريه تصوره. احنا مشكلتنا هنا، اديك شايف الفسطاطين الموجودين في مصر الان. صراع مش اللي هي جبهه الانقاذ الوطني وما يسمى بكلمه اللي بيسموه كلمه اسلاميين. وانا بقول ان مصر كلها اسلاميه، الناس دول مسلمين ودول مسلمين. بس الفرق ليه نختلف؟ ليه نختلف؟ يعني حضرتك النهارده لما نيجي مثلا دستور 236 ماده. نعم. 236 ماده. افرض يا اخي، واحنا دعونا يعني انا شايف ان الرئيس دعا للحوار، تعالوا اقعدوا معانا، اقعدوا قولوا لنا، ما تقعدوش تقولوا الجمعيه الدستوريه وجمعيه تاسيسيه ولابد ان تحل دي طب دلوقتي سيبك، افرض ان احنا عملنا دستور، يعني كليه حقوق عملت دستور كويس،
هذا الدستور. تعال نتناقش، قولوا لنا ايه المبادئ اللي فيه غلط او المبادئ التي ترون تعديلها، تعالوا نتحاور. ما ناس كثيره جدا رفضت الحوار، لماذا نرفض الحوار؟ ما هو احنا لن ما حاجه من الاثنين، اما ان يكون الحوار اللفظي عن طريق اللفظ وعن طريق الادب، واما ان يكون الحوار من خلال الاقتتال في الشوارع وفي الميادين. نحن لا نريد اقتتال في الشوارع وميادين. طيب مصر عمرها ما اقتتلت في الشوارع وميادين. يعني اذا نقول ان سيبقى الخلاف موجودا في اشكالنا، في كلماتنا، في عقولنا، في قلوبنا، في اجسادنا، في طرق تفكيرنا، في طرق تعبيرنا، سيبقى هذا الخلاف قائم لانه سنه كونيه. سنه كونيه. طيب حاله الانقسام اللي موجوده الان يا دكتور نبيل، حاله الانقسام وحضرتك اشرت اليها، خطوره استمرار حاله الانقسام والصراع السياسي على الحالة المزاجية للمصريين بعد الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة نهلة، تفضلي. بارك الله فيك أستاذ ملهم، وحي الله ضيفنا الكريم. وياكم الله. بداية أقول لا شك أننا الآن نعيش مرحلة عصيبة مشحونة بين الانقسامات والخلافات والتعدي والإساءات، لكننا مع هذا كله لدينا كبير أمل في الله عز وجل أنه عما قريب ستنكشف الغمة وينقشع الظلام ويشع نور الألفة والوئام ويعلو أجواء الهدوء والسكينة أرجاء مصر بإذن رب العالمين. فمن المحال دوام الحال، لكن حتى ندرك ذلك وحتى نسعد بهذا الهدوء وهذه الطمأنينة والسكينة، لا بد من أمور، منها تحقيق الإيمان بالله عز وجل، لا سيما الإيمان بالقضاء والقدر، حتى نكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثانيا، البعد عن الإعلام الضال المضلل الفاسد الذي يأبى إلا أن ينشر خيوط الظلام في الآنام، ويأبى إلا أن يفرض أجواء اليأس والكآبة في الناس. ثالثا، بث روح الأمل والتفاؤل والحديث الدائم عن البشريات فيما بيننا، ليكون هذا من قبيل بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وفي النهاية أقول: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غيظ أمضة عين وانتباهتها، يغير الله أهل إلى حالي. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الحاج خلف. والله أهلا يا حاج خلف، اتفضل. كان بعتلك، قل له كان بعتلك رؤية شرعية وأنت خدت منه الورق بتاعه. رؤية شرعية؟ طب ارجع للكنترول. أعود دكتور نبيل، خطورة استمرار حالة الانقسام والصراع السياسي على الحالة المزاجية للمصريين. خطورة كبيرة جدا. خطورة كبيرة جدا، لأني والعياذ بالله طبعا، وهذا لن يحدث بعون الله تعالى. يعني قضية الحروب الأهلية، الحروب الأهلية، حروب الشوارع. لا، مصر محفوظة بأمر الله يا رب. والأمل موجود. مصر لن تصل حالها إلى حال سوريا مثلا. لن يصل حالها إلى حال لبنان. لن يصل حالها إلى أي من الصومال أو المناطق التي فيها نوع من الصراعات. نعم. يعني هذا لن يصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر وذاكر مصر في القرآن، والرسول دعا لمصر. لكن أنا عاوز أقول هنا مسألة، يعني بقول لكل القيادات، قيادات يا حكماء مصر، يا علماء مصر، يا عقلاء يعني مصر، عقلاء مصر. يعني أنتم الآن مدعوون جميعا. أنتم بتختلفوا على إيه؟ بتختلفوا على ماذا؟ تختلفوا على مصالح خاصة، مش بتختلفوا على مصالح عامة. اعلوا من قيمة ثوابت الدين، واعلوا من قيمة ثوابت الوطن. احنا عندنا ثوابت دينية وعندنا ثوابت وطنية. الثوابت الدينية يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا يعني تعاونوا على البر والتقوى، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قضية العدل، قضية الإخاء، قضية حقوق الإنسان، قضايا دينية يعني يجب، وقضايا مشتركة، دي قضايا مشتركة، قضايا دي تجمع، الناس كلها عايزة تجمع. ولو أدي نمرة اتنين، قضايا وحدة الوطن. اعلوا وحدة الوطن، المصلحة العامة، بلاش المصالح الخاصة. لابد أن يكون في عقلاء للأمة يجمعوا بين المتصارعين. إنما أنا بقول إن لو استمرت هذه الأمور يبقى لا حل، يعني الحاجة الوحيدة التي يمكن أن تفسر بها
هو وجود أجندات أجنبية. وجود أجندات أجنبية. طيب خلينا نوضحها أكثر وأكثر يا دكتور نبيل. أنت شايف الآن حالة الانقسام اللي موجود، خلينا نقول حالة الصراع السياسي اللي موجود. أيوه. نوصفها توصيف سياسي صحيح. حالة الصراع السياسي اللي موجود بين القوى الإسلامية والقوى المدنية، هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، وهذا لا يقبل بالقوى المدنية والقوى المدنية لا تقبل بالقوى الإسلامية. في قلق موجود في الشارع طبعا، ده مأثر على المواطن العادي اللي بيشاهد التلفزيون، اللي بيشاهد الشاشات، اللي بيشاهد برامج التوك شو، اللي بيشاهد إلى آخره. الناس ملت، الناس دلوقتي بدأت تشوف البرامج اللي فيها صراع، لأن كل ساعة في تجدد، في تجدد أحداث وتغير الأحداث، فالناس ملت من كل ده. فاللي هم بيشوفوه بدأ يؤثر الآن في البيت نفسه طبعا، بدأ يؤثر على العلاقة اللي بين الزوج والزوجة طبعا، بدأ يؤثر على العلاقة اللي بين الزوج وأولاده طبعا. يعني الناس قرفانة، الناس زهقانة، فإحنا في الصراع السياسي اللي موجود الآن ومؤثر على الحالة المزاجية، محتاجين نقول حضرتك بتقول وبتنادي وتخاطب عقلاء الأمة وعلماء الأمة، وأين هم؟ إحنا الوقت حالة الانقسام، لا في أمن، اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها، اللي عاوز يكسر حاجة بيروح يكسرها، والأمن واقف، أنا بحمل منشآت فقط، ده بيقتل ده، المصري بيقتل أخوه المصري، ومحدش بيتكلم، أنا بأمن المنشآت، ماذا نفعل؟ إحنا نخاطب بعد هذا الاتصال. اتفضل. عفوا أستاذنا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايش نصر الدين من الجزائر. اتفضل يا فندم. والله يا أخي الكريم ما أنظر إليه وما أسمعه، وما يقع اليوم في مصر إنه شيء مخزي من فلول النظام السابق، والإعلام الذي يحرض على هذا الشيء، وهذا ما هو بشيء كما تقول أنتم بشيء سهل. هذا النظام الذي مول القنوات الفتنة، وما تتذكرون هذه القنوات مثل عمر أديب وما فعل ما بين الشعبين المصري والجزائري، هو ما يفعله اليوم ما بين المصريين أنفسهم، وما يفعل محمد البلادعي بإخواننا في مصر ما فعله بالشقيق العراقي وحرب العراق والأسلحة النووية وما أدرك. هذا الشيء والله نتمنى من الله أن يكون مع المصريين. يا رب يا رب يا رب يا رب، ربنا يكرمك. الأخ إبراهيم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. أهلا وسهلا لك يا أخ ملهم. أهلا بك حق إبراهيم. سلامي لك ولضيفك والله يا أخ ملهم. ربنا يكرمك حق إبراهيم. تفضل. احنا بس نخلص الجولة الثانية من الانتخابات وإن شاء الله البلد هتتعدل كلها يا رب. إن شاء الله يا رب. بل سيبتك ونسيبك من المعارضين دول خالص وناخد خطوة لقدام بقى، كفاية معارضين. وبالك أخ ملهم. سامعك. فان شاء الله بس الانتخابات دي تخلص او الاستفتاء دي يخلص وهناخد خطوه لقدام وكلهم يتركنوا يا رب يا رب، واللي ما يعجبوش الحال يبقى يتوكل على الله يعتقل. لا ربنا يكرمك حاج ابراهيم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. ابو صالح. ابو صلاح. ابو صلاح عفوا، اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا اخ ملهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله إننا نحبك في الله. الله يحبك ويبارك فيك. ويبارك فيك في شبابك في عمرك. آمين يا رب. يا أخي يا أخي المصريين يا أخي فضلهم على المسلمين والعرب فضل كبير. ربنا يكرمك. يعني أنا اللي حيرني العلماء، يعني أنا الله قال إن الذين يحاربون الله ورسوله جزاهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو كذا. طيب هذا الله مثل البرادعي وهذا ما هم خارجين عن المسلمين، ما يخافون الله ما يتقونه، وهذا في الإعلامي مثل العلم في قناة دريم وهذه وهذه. يعني أنا أبغى العلماء مثل محمد حسان ومجلس العلماء يعني يصير لهم كلمة، يصير لهم كلمة عند الناس ويظهرون يعني كلامهم، يظهرون في التلفاز ويقولون كلمتهم، يعني إن هذا على صواب ولا هذا على خلق على غير حق. هذا منتخب من الشعب المصري الكبير اللي فضل على الإسلام وعلى الأمة العربية جميعا. والله يا مصر إن خربت، إن خرب العالم الإسلامي كله. الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك ابو صلاح. الدكتور محمد مرسي ان شاء الله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك. الحاجه سناء، اهلا وسهلا. اهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في آمين. كل زمان ومكان، نصر عزيز المقتدر. امين يا رب. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكشف الغم عن الامه بفضلك وكرمك يا رب العالمين. امين. عايز اقول
عايز اقول الدستور هو افضل المتاح، وما لا يدرك كله لا يترك كله، واحنا في مرحله غربله وفرز، وما نحن فيه من فوضى وعشوائيه شيء طبيعي جدا، لانها مرحله فاصله حاسمه بين عهدين، عهد فاسد على كافه الاطياف الا من رحم ربي، وعهد ندعو الله عز وجل ان يكون عهد خير وامان على الكل مسلمين ونصارى. فقط مزيد من الصبر يكون جل في علاه وبشر الصابرين، وايضا علينا بالدعاء يقول جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وعلينا بالاتحاد والتخلي عن المصالح الشخصية يقول جل في علاه واعتصموا بحمل الله، وأيضا الإطمئنان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا، وأيضا الاعتماد على قوة الله عز وجل، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وأخيرا اليقين بوعد الله. نعم. ألا إن نصر الله قريب. الدكتور محمد مرسي أحيي فيه الحكمة والأناة، سدد الله خطاه ورزقه البطانة الصالحة الفالحة بإذن الله. نعم. وهو في مسؤولية عظيمة عظيمة وثقيلة، اللهم أعنا جميعا على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة، وكان الإنسان ظلوما جهولا. ونعم للدستور، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. طيب أعود دكتور نبيل لما كنا نتحدث فيه قبل هذه الاتصالات الكريمة في مسألة الصراع السياسي اللي موجود، وأين عقلاء وعلماء الأمة؟ يعني أنا الحقيقة يعني عاوز أتحدث مع الذين يقودون الفسطاطين، الفسطاط لإنقاذ الوطني والفسطاط الإسلامي. نعم. أنتم عقلاء، كلهم عقلاء، وكلهم علماء، وكلهم كبار وقمم، وكلهم قمم، وكلهم لهم تاريخ. ليه تضحوا بتاريخكم بهذا الشكل؟ لماذا لا تجلسوا معا على مائدة واحدة وتتحاوروا؟ لماذا لا تجلسوا؟ الدستور ده ما هوش نهاية العالم. الدستور زي ما بقول لحضرتك 236 مادة. نعم. المختلف عليه لا يزيد عن 20 مادة. أي مختلف عليه كويس. طب ما تجلسوا، اجلسوا. وبعدين الآن إن شاء الله يعني الشعب هو الحكم، الفيصل هو ما يقرره الشعب، سواء في الاستفتاء أو في مجلس الشعب القادم. طيب في مجلس الشعب القادم أنا سمعت الرئيس دكتور مرسي قال لهم ائتوني باقتراحاتكم مكتوبة وسوف أضع عليها توقيعي وأرسلها إلى مجلس الشعب القادم. وفي أول جلسة، في أول جلسة حيتم مناقشتها، وإذا وافق عليها تلتين المجلس. طيب ما هو أنتوا دلوقتي لكم ثقل في الشارع، ما يكون لكم ثقل في المجلس إن شاء الله القادم وتناقش. وبعدين ما تفرضش حضرتك رأيك عليا ولا أنا أفرض رأيي عليك. نعم. إحنا الرأي في الآخر مرجعه لمين؟ للشعب. مش دي الديمقراطية؟ نعم. مش دي الديمقراطية؟ ودي الصورة، وهي الذي أرسل فكرة الصورة في مين؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي أرسل اللي بنسميها النهاردة فكرة الديمقراطية واللجوء للشعب؟ الشعب هو الذي يقرر. مين اللي أرسل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المدينة المنورة غازيا ولا فاتحا، وإنما ذهب إلى المدينة بناء على بيعة العقبة، ببيعة شعبية. نعم. بيعة من الناس. وثم لما ذهب إلى المدينة قوبل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، كانت رغبة شعبية عارمة في أن يكون رئيسا. فمن الذي رأس جعل الرسول عليه الصلاة والسلام رئيس سياسي للمدينة؟ إجراءات ديمقراطية، إجراءات شوروية. فطالما أن الدكتور مرسي أتى بإجراءات شوروية ديمقراطية، والاستفتاء بإجراءات شوروية ديمقراطية، والمجلس الشعب القادم فليتنافس المتنافسون، كل يعني فريق يحاول ينزل مجموعة في مجلس الشعب. ثم القضية النهاردة الدستور ده ما هوش قرآن كريم. نعم. الدستور يمكن أن يعدل ببساطة شديدة. طب إذا كان اختلاف على مجموعة فقرات، نحرق مصر عشان اختلاف على 20 بند في الدستور أو على أكتر أو أقل، نحرق مصر، نضيع مصر، نضيع أمن مصر، نمزق مصر، نهدد مصر بالانقسام، نهدد مصر بالتدخل الأجنبي، نهدد مصر بتنفيذ أجندات أجنبية. أنا بأخاطب الحقيقة قادة الطرفين. أي. وبقول لهم أنا نفسي من هذا المنبر العظيم، منبر الرحمة، عاوز أو أدعو دعوة للناس كلها. أنا عاوز أوقف المليونيات، عاوز أوقف المسيرات، عاوز أوقف الاعتصامات.
كل الأمور هتتحسن ومصر هتتقدم ومصر محمية بإرادة الله وبدعوة الرسول، لكن أيضا يجب أن تكون محمية بإرادة أبنائها وبجهود أبنائها. فأنا الحقيقة نفسي أن ما اسمحش عن مليونيات، المليونيات دي تؤدي إلى 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 إفساد مصر. وطبعا القيادات الموجودة النهاردة هنا وهناك دي قيادات يعني واعية ولها تاريخ سياسي، وكبعضها كان وزير خارجية، وبعضها كان في مجلس الشعب، وبعضها كان مرشح للرئاسة، يعني كلها ما شاء الله. يعني الناس دول هم لابد أن يكونوا عقلاء، ومن العقل والحكمة النهاردة إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. جميل. طب دكتور نبيل، لماذا نفرح بجنون ونحزن بجنون؟ دي بقى تتوقف على التوازن الانفعالي او التوازن العاطفي او الانفعالي. احنا يعني زي ما بقول لحضرتك، احنا عندنا خلل في الصحة النفسية. مش ما يعني انا ما اعممش، عشان التعميم بيبقى غلط. لا اعمم على كل الناس عندهم خلل في الصحة النفسية، انما انا اقول في قطاع كبير جدا من المجتمع المصري عنده خلل في الصحة النفسية. شوف الصحة النفسية، يعني فرويد وأدلر ويونج ومجموعة العلماء النفس بيعرفوا الصحة النفسية بأنها القدرة على الحب والقدرة على الإنجاز والعمل. أنا بقول إن القدرة على الحب والقدرة على الإنجاز والعمل ليس لا تكون وحدهما الصحة النفسية، إنما الصحة النفسية تتطلب إيمان بالله، لأن أكون أنا خالي من الصراعات النفسية، خالي من الإحباطات، عندي قناعة، عندي رضا، أمري خير. وده الكلام بتاع اللي قالته بنتنا اللي اتصلت، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابه خير حمد الله فشكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر حمد الله فصبر فكان فالمؤمن بين الشكر وبين الصبر. أمر المؤمن كله خير. فالإيمان، أنا مؤمن يعني ربنا أمني، أو ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألقى روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي حاجتين، رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فربنا مأمننا على الرزق، مأمننا على الحياة والموت، مأمننا بعد الموت هيحصل إيه؟ إيه على حسب عملك في الدنيا، وعلى حسب قوة إيمانك، وعلى حسب صلاحك في الدنيا. فالصحة النفسية إحنا عندنا خلل. ليه إن الناس قلقين؟ لأن في خلل كبير في الصحة النفسية. إحنا برضو الإيمان عندنا ضعيف جدا، ضعف، لأن زي ما قلت قبل كده انشغلنا بالسياسة، انشغلنا لا مش بس كده كمان، إن التربية الدينية النهاردة انعدمت. فأنا بأؤكد على قضية والمدارس. عودة بالضبط، استقالت كثير جدا من البيوت من التربية الدينية، واستقالت المدارس من زمان من التربية الدينية، وحتى استقالت من التعليم. هي تربية وتعليم، هي لا بتربي للأسف ولا بتعلم. يعني أنا عندي أحفادي في الثانوية العامة لا يذهبون إلى المدرسة، إنما دروس في البيت. بلاش كده. أنا عندي حفيدة في تانية ابتدائي من 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 الحضانة اللي بتسمى كي جي 1 وكي جي 2، من الحضانة لازم مدرسة، والله مدرسات في البيت، مدرستين وثلاثة في البيت، إنجليزي ومدرس عربي، مدرسة عربي ومدرسة للحساب يعني. فإذا أين التعليم؟ فأنا النهاردة بنتكلم المزاج انتهى والصحة النفسية اختلت بسبب غياب الدين التدين الصحيح، وغياب الأسرة المتكاملة، وشيوع العنف. العنف النهاردة في المجتمع، ولحضرتك التقرير العظيم اللي انت قدمته قضية شيوع العنف النهاردة. العنف لم يقتصر، ده عنف النهاردة أسري. طيب لما تيجي حضرتك تيجي تقول إلى جانب المخدرات وحنفتكرها، العنف الأسري يعني الطلاق ده مش عنف أسري طبعا. الطلاق لما يقولوا لي في مصر هنا ما يقرب من 30 إلى 36% من الذين يتزوجون سنويا يطلقون، نسبة الطلاق تصل إلى 30% من 30 إلى 36% ده كلام. هل هذا معقول؟ هل في أين الأسر المستقرة؟ الأسرة دي هي الركيزة الرئيسية في المجتمع، والتي حرص الله سبحانه وتعالى على أن يكونها بنفسه في الجنة قبل هبوط آدم. الأسرة إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، إذا فسدت الأسرة فسد النهاردة الأسرة عندنا في كثير جدا من جوانبها. وبعدين تعالى بعد الطلاق الأبناء دول بيروحوا فين؟ وبعدين النهاردة حالات أبناء الشوارع والأبناء اللي بيولدوا سفاحا النهاردة كترت جدا. حضر يا فندم. ربنا يكرمك دكتور نبيل. يعني الوقت بيجري بيه سريعا، وبقولوا لي ان الوقت انتهى. محتاج اقول في النهايه الحلول بعد ما تكلمنا عن الحاله المزاجيه للمصريين والصراعات الى اخره، لابد ان نقدم الدواء لكل طبعًا من يتابعنا. طبعا شوف حضرتك، انا شايف ان انا شخصيا متفائل. انا شخصيا متفائل، والرسول عليه الصلاه والسلام
يعلمنا أن نكون متفائلين وأن نبعث الأمل في نفوس الناس. يعني نشوف في يوم الخندق مشكلة كبيرة جدا جاية والرسول يقول الله أكبر وهو بيهدم الصخرة، فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت، وهكذا. سراقة وهو في الهجرة وبيجروا وراه وكذا، قال له سراقة ما بالك يا سراقة بسواري كسرى. فأنا بقول الأمل موجود، فأنا بدعو إلى الحوار، لا أمل إلا الحوار، الحوار بالألفاظ. مع الحالة اللي موجودة الآن في مصر، مع الحالة الموجودة لابد من قادة الفريقين يتحاوروا ويكون في هناك أدب للاختلاف، ولنتفق على إعلاء المصالح الوطنية وبلاش المصالح الخاصة. بلاش النهاردة قضية المصالح الحزبية الضيقة الفئوية الطائفية الضيقة، أنا عاوز النهاردة مصلحة الوطن. وبقول لقادة الدول وقادة الدول وبقول لقادة الإعلام بلاش إسكاء الفتنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وبالذات قنوات الإعلام التي تثير فتن والشائعات والنهاردة في هذا الجو. وعاوز برضه أن رئيس الدولة المحترم الدكتور مرسي يحتوي الناس، يحتوي هؤلاء الكل، لأن هو رئيس دول ودول، ما فيش فسطاط بتاع مرسي وفسطاط ضد مرسي، لا ده مرسي هو الأب للاثنين، هو رئيس الاثنين. فأنا أرجوه أن يجمع قادة دول وقادة دول ويجلسوا في جلسات حوارية ويصلوا إلى حلول. الحلول مش صعبة، مش معقول نسقط رئيس دولة عشان مختلفين على 20 مادة في الدستور، مش ممكن. رئيس دولة منتخب موجود، واللي ينادوا بإسقاط كذا وإسقاط كذا هذا نوع من أنواع الهراء الحقيقي. يبقى إذن الحوار دكتور نبيل إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية واحتواء كل دعوة حضرتك بتطلقها من برنامج مجلس الرحمة بقناة الرحمة لدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن يحتوي كل المصريين، المعارض قبل المؤيد. إذن نقول في النهاية لنرفع راية مصر فوق الجميع، ونقول مصر تسع الجميع طبعا. مصر تحتاج إلى سواعد الجميع، مصر تحتاج إلى صدق كل صادق ووفاء كل وفي وبر كل بار وعمل كل متقن. مصر تحتاج الآن إلى حكمة الحكماء وعلم العلماء وتجربة الشيوخ والآباء، وإلى قدرة وسواعد الأبناء والشباب لنبني مصر بهذه العقول وبهذه السواعد. لا تحتمل مصر الآن أبدا هذه الفوضى، ولا هذا الجدال، ولا هذا المراء، ولا هذا التنابذ، ولا هذا التناحر، ولا هذا التنازع، ولا هذه الفرقة. لابد أن يكون هناك حوار بيننا، وإن كان هناك خلاف واختلاف بيننا لابد أن يكون مبنيا على قبول الرأي والرأي الآخر. لما لا يكون الخلاف مبنيا على حسن الظن بالمخالف؟ لما لا يكون الخلاف مبنيا على عدم اتهام النية؟ ده اللي نقدر نقوله في حلقة النهاردة ماذا جرى للمصريين. كانت حلقة مهمة جدا، بنحاول ان احنا يعني نوصف الحالة المزاجية للمصريين هذه الأيام، الحالة المزاجية السيئة اللي موجودة عند كثير من المصريين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل، نورتنا وسعتنا، نتعلم منك دائما أستاذنا، ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا الكرام، الدستور المصري في الميزان غدا، حلقة مهمة جدا عن الدستور مع اثنين من رموز الجمعية التأسيسية للدستور غدا في مجلس الرحمة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجالس رحمة فيها الهدى حتى يصبح الحلم حقيقة.